أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء الطرق والمرافق الداخلية بمنطقة رابية والتي تقع ضمن المناطق المضافة لمدينة الشروق والجاري توفيق أوضاع المواطنين بها. جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لموقف توفيق الأراضي المضافة لمدينة الشروق، حيث شدد على دفع العمل بالمشروعات والمتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمناطق المضافة للمدن الجديدة لسرعة توفيق أوضاع المواطنين بها، والتأكيد على الشركات المنفذة بالالتزام بالاشتراطات والدقة والمواصفات الفنية للتنفيذ.